حلقة جديدة من Propertyours راح منتبعها سوا اليوم على أمل نرضي أذواقكم ونساعدكم على اختيار الشقة السكنية المناسبة بالإضافة للمكاتب والمحلات. حلقتنا اليوم تتضمن جولات جديدة بمناطق جديدة، وأيضا راح نستعيد فيها مشاهدينا جولات سابقة لنا بمشاريع سكنية وتجارية. منتبع سوا مع شادي. بمنطقة أدمى بكسروان عم نتعرف على بروجكت بناية جديدة فخمة مؤلفة من شقق مفرزة للبيع. شو الشقق الأفيلبل؟ منشوفن سوا. أول طابق مساحته 385 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز، وحدة دايننج روم، فاميلي روم، وثلاث غرف نوم ماستر. تابع له تيراس أول أراوند بمساحة 260 متر مربع. تاني طابق مساحته 340 متر مربع بيتألف من 3 غرف نوم ثلاثتهم ماستر، وبيتميز بديك تيراس مطل على الفيو، وتابع له جنينة مساحتها 90 متر مربع من ميلة ورق. ثالث طابق من هالبناية مؤلف من 334 متر مربع، ثلاث غرف نوم ثلاثتهم ماستر، وفاميلي روم بالنص. آخر شقة available للبيع هي طابق الدوبلكس مساحته 535 متر مربع، وتابع له تراس على روف بمساحة 130 متر مربع. مواصفات هيدي الشقة بتتضمن electric shutters، هيتر على المازوت، air condition، ومطبخ بيتسلم حسب طلب الزبون. تابع لكل شقة 3 parking underground بالإضافة ل storage room تستعمل as a driver room كمان. شقق فخمة للبيع بمنطقة أدمى بشارع فخم كتير بيتميزوا بفيو ما بيتسكر عليه. starting price 2550 دولار بالمتر. luxurious duplex apartment للبيع بمنطقة الفنار على الطابق الرابع والخامس من هالبناية الكتير مرتبة. مساحة الدوبلكس من جوا 320 متر مربع، 160 متر على أول طابق و160 على تاني طابق. أول طابق بيتألف من 3 ريسبشن أرياز مفتوحين على بالكون مسكر كيرتن جلاس، مطبخ، وغرفتين نوم ماستر. مواصفات الشقة بتتضمن بلاتر خام، هيتر على المازوت، انستليشن لاي سي يونتس على الحيط، جيبسون بورد مع اندايركت لايتنج. تاني طابق من الدوبلكس بيتألف من تي في روم، كيتشينات، غرفة خادمة وحمامة، وغرفتين نوم ماستر. بيتميز هالدوبلكس بالفنار بفينيساج كتير مرتب بأداء التفاصيل. المطبخ بيتسلم حسب طلب زبون، وفيو صوب بيروت والبحر.320 متر مربع دوبلكس بمنطقة الفنار مع 4 غرف نوم ماستر، ستورج روم تحت الأرض، وثلاثة باركينج، حالياً للبيع ب 590 ألف دولار. جينا على منطقة بيت ميري قضاء المتن لنتعرف على بناية under construction مؤلفة من شقق سكنية للبيع. الشقق مساحاتهم 285 متر مربع أو 295 متر مربع. فينيشينج كتير فخم، في طوابق مع تراس وجنينة وطوابق دوبلكس. بناية بيت ميري ملبسة حجر. مواصفات الشقق الداخلية سوبر ديلوكس. شفاش سنترال، بلاتر خام بالصالونات، سيراميك بالحمامات والغرف بالإضافة للمطبخ، وكلهم مستوردين من أوروبا. 4 غرف نوم لكل شقة،
2 منهم ماستر ومجهزين ليركب لهم سبليت اي سي يونتس. كل شقة ببناية بيت مري إلا فيو مميز بيطل على الجبل ما بيتسكر عليه. كل شقة تابع لإلا ستوريج روم تحت الأرض بالإضافة لاثنين أو ثلاثة باركينج. لكجيري ليفينج ببيت مري ب 285 متر مربع أو 295 متر مربع، ستارتينج برايس 2200 دولار بالمتر، والدليفري ديت آخر سنة 2013. إذا عم تفتشوا على شقة فخمة بمنطقة رايقة وقريبة من مدينة بيروت نسبياً جديدة خضرة وبعيدة عن التلوث، طلبكن موجود بمشروع الوايزون بمنطقة اليرزة. مشروع ابتدى من 7 أشهر تقريباً، تم بناء بنايتين من أصل 6. حالياً نحن موجودين على الكونستراكشن سايت. خلينا نعرفكن أكثر على الوايزون وناخد فكرة عن هالمشروع من بعد ما يتم إنشاؤه وتسليمه بصيف 2015. يمتد مشروع وايزون على مساحة أرض 7000 متر مربع، ومن ضمنهم 3200 متر مربع مساحة خضراء، وهيدا الشيء بيميزه أنه يكون نمبر 1 إيكو فريندلي بروجيكت بالمنطقة. بيتألف وايزون من 42 وحدة سكنية تختلف مساحاتهم بين 164 و511 متر مربع. عكس المشاريع التقليدية، كل شقة بتختلف عن التانية بمساحتها وتقسيمها لترضي كل الأزواج. بيتضمن مشروع وايزون 2 سويمينج بولز اندور واوتدور، سبا، جيم وملاعب رياضية، بالإضافة لعديد من الخدمات الترفيهية. مشروع وايزون له طريق خاص مع مدخلين سيكوريتي، اندرغراوند باركينج للسكان، بالإضافة لـ60 موقف للزوار. Luxury Living باليارزي، Delivery Date Summer 2015. Project جديد under construction بمنطقة حارة صخر بكسروان، وتحديداً بالزون فيرت يلي هي قريبة صوب البحر. بروجكت مؤلف من 6 طوابق، كل طابق شقتين بمساحة 155 متر مربع كل شقة. كل شقة بتتألف من 3 غرف نوم وبيناتهم تي في روم، 3 حمامات، غرفة خادمة و2 باركينج. لوكيشن بروجي حارة صخر بالزون فيرت، جنب حديقة عامة ومطل على البحر. 155 متر مربع، 3 غرف نوم بحارة صخر، ستارتينج برايس 2100 دولار بالمتر، والتسليم بصيف 2015. Luxurious duplex apartment للبيع بمنطقة المطيلب، وتحديداً بشارع مدرسة جيسوس أند ماري. هالأبارتمنت موجودة على الجراوند فلور لهالبناية يلي عمرها 8 سنين. مساحة الشقة من جوا 500 متر مربع، تابع لإلها جنينة بمساحة 200 متر مربع. أول طابق من هالديوبلكس مساحته 300 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز كبار، مطبخ وميد روم. تابع لإلو 2 غرف نوم، واحدة منهم ماستر. تاني طابق من الديفلكس مساحته 200 متر مربع، ألف من تي في روم وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر. 500 متر مربع بالمطيلب، 5 غرف نوم، 2 منهم ماستر، كيتشينات ولاندي روم على تاني طابق، بالإضافة لجنينة مطلة على فيو مميز، حالياً للبيع بمليون دولار.
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الضيان العقارية السعودية عبد الله الضيان أن الشركة بتعتزم شراء أحد الأبراج السكنية بأوروبا بقيمة 130 مليون يورو. كما أشار إلى أن الشركة اللي بيمتلكها أنفقت مع مالكي بيرز إنتمبو بمدينة أليكانت الإسبانية للبدء بالدراسة الفنية والتقييم للبرج والاستحواذ عليه. وأوضح الضيان أن البرج بيتكون من 260 وحدة سكنية وتوقف العمل فيه بسبب الأزمة المالية اللي واجهتها البلاد بوقت بيبقى من نسبته 8% على إتمامه. مشاهدينا بدي أشكركم لمتابعتكم الدائمة لبرنامج Property Yours. أصداء كتير حلوة عم نتلاقيها منكم مش بس من لبنان، كمان Property Yours تأثيره عم بيكون كتير مهم بتشجيع المغتربين اللبنانيين للتملك بلبنان. خليكن عم تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة وعبر info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكن عم تتابعونا على propertyyours.com وعلى فيسبوك، كما وفيكن ترجعوا تحضروا إعادة لحلقاتنا على mtv.com.lb/programs لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم المستجدات بالقطاع العقاري بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. بالسؤال